احب اشكر سماحه السيد احمد الصافي على هاي المبادره اللطيفه، واشكر السيد ليث الموسوي وقسم العلاقات وقسم الصيدله وحده الارشاد بالذات على هاي المبادره اللطيفه. اليوم احنا توجهنا الى صناعات ومنتجات العتبه العباسيه منها الكفيل، واحنا والجود احنا اليوم توجهنا الى شركه الجود، نشكرهم على حسن استقبالهم لنا وشرحهم الى كيفيه الصناعه ومنتجاتهم منها الزاهي والمواد الصحيه وغيرها. كل هذا تدعمنا الانتاج الوطني ونحسن من سمعه الانتاج الوطني. شكر خاص الى شركه الجود على هاي المبادره اللطيفه، وان شاء الله نتمنى منهم منتجات اكثر واكثر حتى نحسن سمعه الانتاج الوطني، والحمد والشكر لله رب العالمين.